أكثر اللحظات المؤثرة التي تم التقاطها. ربما يكون هذا الطفل هو الأقل حظا في العالم، حيث توفت أمه عند ولادته، ولكنه ما زال يتذكرها ويذهب إلى قبرها من أجل تقديم التذكارات والورود. Say happy Mother's Day, Mama. لم يتم اختراع العلاج المناسب أو المضمون للسرطان حتى الآن، ولكن مما لا شك فيه أن المشاعر الإيجابية تصنع المعجزات، ويمكن لأي طبيب أن يؤكد هذا الكلام. كوليان دونالد طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، وكان محارباً لسرطان الغدد الليمفاوية، وشارك في جزء بسيط من فعاليات إحدى مباريات فريقه المفضل، مما جعله سعيداً للغاية. كان هناك اجتماع في إحدى المدارس من أجل الإعلان عن اسم الطالب المثالي خلال الشهر، وتفاجأت الأم بوجود اسم ابنها بين الأسماء. وبالفعل ظهر ابنها، والذي كان يخدم في الجيش وكانت لم تراه منذ عام كامل، وكان اللقاء عاطفيا جدا مليئا بالمشاعر. لا يهم إلى أي عمر وصلت هذه الفتاة، ولكن عندما اكتشفت أن ولديها بالتبني قرروا إكمال الأوراق وأنها الآن تمتلك عائلة رسمية وحقيقية، لم تستطع حبس دموعها من الانهيار من شدة السعادة والفرح. في بعض الأحيان تحدث الكثير من الأشياء المذهلة والتي يمكن تسميتها بهدايا القدر. كان هناك أحد الموظفين في أحد المطاعم، والذي تفاجأ بتقديم سيارة جديدة له من أحد الأشخاص، والذي لم يرد أن يكشف عن هويته، شاكرا إياه على تفنيه في العمل لعدة سنوات. في بعض الأحيان نجد هناك بعض الأشخاص ممن يقدمون المساعدة إلى الناس الغرباء دون مقابل، وهنا على سبيل المثال نجد أمين الخزينة والذي يدعى ترافس يضع بعض النقود من جيبه الخاص من أجل إكمال طلب الطفل، والذي على ما يبدو أنه لم يكن يمتلك مبلغ الطلب كاملا، وفعل هذا دون أن يلاحظ أحد. وفي وقت لاحق أرسلت والدة الطفل رسالة شكر إليه، ومرفق معها مبلغ $100 مع ابتسامة كبيرة. سعادة الأطفال لا تحتاج الكثير لتحقيقها، وهنا أمامكم الطفل الذي يدعى لوغان، والذي يبلغ من العمر 4 سنوات. وفي عيد ميلاده ظهر موكبا من الشاحنات أمامه، وقام السائقين بتقديم الهدايا له، وفرح الطفل كثيرا وتحمس أكثر. كان هناك رجلا يبلغ من العمر 89 عاما، والذي كان يعمل كعامل لتوصيل طلبات البيتزا لمدة 30 ساعة في الأسبوع لكسب الأموال الإضافية، حيث أن معاشه لم يكن يكفيه، وقام بعض الأشخاص بتصويره ونشر فيديوهاته على تيك توك، وقاموا بإنشاء حملة تبرعات له بعد الإفصاح عن ظروفه، وتمكنوا من جمع مبلغ بقيمة $12,000. من صغرنا نسمع أن اللطف من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، ومن السهل جدا أن تكون متجاوبا مع أفعال الخير وأن تسارع بفعلها. ولحسن الحظ أنه لدينا بعض من الأمثلة الحية التي تحدث في عالمنا والتي ربما ستلهمك. عرضنا لكم بعض المواقف المؤثرة التي التقطتها الكاميرات.